في بدايتها، وإن شاء الله بيقترب من العودة للمشاركة في التدريبات بشكل تدريجي خلال الفترة القادمة. محمود وحيد أيضا انتظم في المران الجماعي النهاردة في المران اللي خضع في الفريق على ملعب مختار التتش بالجزيرة، وشارك محمود وحيد في التدريبات بعد تعافيه من الإصابة اللي تعرض لها. فايلر اجتمع مع لاعبي النادي الأهلي في نهاية المران المسائي، والاجتماع شاهد الحديث عن بعض الأمور الفنية عن المرحلة القادمة والاستعداد للسفر إن شاء الله يوم 11 سبتمبر قبل المباراة بثلاث أيام، وهيكون في برنامج محدد من الجهاز الفني بالنسبة لرحلة السفر. مزيد من التفاصيل بينضم لنا على الهاتف زميلنا شريف شعبان مراسل قناة النادي الأهلي. مساء الخير يا شريف. شكرا عليك يا زميلي محمد، تحياتي ليك وتحياتي لكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. الصورة العامة اللي أنت بتشوفها بالتأكيد في التدريب، يعني شايف الحالة المعنوية في التوقيت الحالي إزاي؟ الجهاز الفني كمان بيحضر ازاي لرحله غينيا الاستوائيه؟ انت ان شاء الله هتكون موجود مع البعثه وهتتابعنا ان شاء الله برسائل يوميه خلال الفتره القادمه، فالبرنامج بقى من النهارده كمان لغايه ان شاء الله موعد المباراه يوم السبت الجاي، المباراه هتكون زي النهارده ان شاء الله السبت الجاي. باذن الله المباراه يوم 14 سبتمبر باذن الله، والسفر هيكون ليله يوم 11 او فجر 11 باذن الله، يمكن حوالي الساعه 3 فجرا الطياره هتتحرك من مطار القاهره الدولي، الرحله حوالي 12 ساعه ولا فيها حوالي ساعتين ترانزيت، رحله مرهقه رحله طويله، ولكن لاعبي النادي الاهلي عودونا على هذه الخبرات، هي بس هيبقى جديده او مغامره جديده للجهاز الفني طبعا بقياده مستر فايلر. بنتمنى له باذن الله كل التوفيق، بنتمنى له باذن الله انه ياخد على الاجواء الافريقيه سريعا ويتالق، وباذن الله ربنا يوفقه بنتائج كبيره. خليني اقول لك ان التمرين كان في الخميس مساء بعد اجازه لمده 24 ساعه، يمكن النهارده اللعيبه راجعه ريفريش، راجعين سايقين بعد الاجازه. الجهاز الفني يبقى حريص ان يكون موجود بدري جدا، يمكن على ميعاده يجي نادي الساعه 12 الظهر، بيقعدوا يشوفوا فريق كانوا سبورت بيتابعوه، بيشوفوا كل كبيره وصغيره تخصه، اربع خمس مباريات اتفرجوا على الفرقه، درسوا الفرقه كويس جدا. بيبقى الجهاز الفني حريص ايضا على مشاهده مباريات النادي الاهلي عشان يتعرف اكثر واكثر على لاعبي النادي الاهلي. يمكن زي ما قلت لك النهارده التمرين كان في الخميس مساء، ويمكن كان على طول في تدريبات بدنيه، وبعد دوت الراجل النهارده بدا يشتغل تكتيك للمباراه، بدا ياخد خط الدفاع بالوسط المدافع ويشتغل تكتيك للمباراه، بدا بعد هذه المجموعه يخش برده على مجموعه الوسط المهاجم والمهاجمين ويشتغل تكتيك للمباراه، وبعد التكتيك اللي استمر حوالي ساعه نص ساعه مع المدافعين ونص ساعه مع المهاجمين، عمل تقسيمه كبيره عشان يشوف اللعيبه بتطبق فكره في التعليمات اللي بيقولها في التكتيك ولا لا. بس ما شاء الله بطمنك بطمن جمهور النادي الاهلي اجابه سريعه في تعليمات الراجل اللي بيقولها، اللعيبه بتاخد تعليماته وبتحاول تطبقها كما يجب ان يكون عشان تلفت نظره، عشان تكون هي تواجد في الفريق الاول. التاهيل المستمر على الجانب الاخر لمحمد محمود، لسعد سمير، لكريم نجد، رامي ربيعه النهارده بيجري النهارده، رامي ربيعه النهارده من جريته النهارده بعد السونار اللي عمله على العضله الضامه. بطمن لك وبطمن جمهور النادي الاهلي باذن الله بشهادة المده اللي كان قال عليها الجهاز الطبي، باذن الله بعد رحله غينيا هيبدا يشارك في التمرينات بصوره يمكن جزئيه، يعني هتتكلم في اسبوع 10 ايام بالكثير باذن الله، ويكون موجود في التمرين بشكل طبيعي. تمرينة الحراس حدث ولا حرج، تمرينة قوية بين الشناوي وإكرامي وعلي لطفي وأحمد طارق، تمرينة قوية جدا، والأربعة بيتعلقوا طبعا المنافسة شرسة جدا ما بين الشناوي وإكرامي وعلي لطفي. دي كانت أبرز الأجواء أو أبرز اللي حصل في التمرين النهارده. بينضم محمود وحيد طبعا لتمرينة الفريق وبيكون جاهز من أول دقيقة في التمرين، وبيخش أيضا في التكتيك، ممكن نلاقي دور الراجل اللي النهارده كان بيعتمد عليه في أدوار كبيرة، النهارده الراجل بدا يجرب لعيبه في مراكز ثانيه، راجل عاوز يتعرف اكثر واكثر على امكانيات لعيبه النادي الاهلي، فجرب مثلا حسام عاشور في كذا مركز، جرب احمد فتحي في كذا مركز، فالراجل بيحاول يقرب من لعيبه النادي اكثر، لعيبه النادي الاهلي اكثر بيحاول يغير مراكز ويشوف اللي ممكن يلعب في كذا مركز، باذن الله يكون القادم افضل، باذن الله يكون الفتره الجايه كلها عنوان تحت عنوان الانتصارات ثم الانتصارات ثم الانتصارات. تمام شريف، طبعا النهارده غاب عن التدريب مجموعه اللاعبين اللي بينضموا للمنتخب الاولمبي، عندهم مباراه في التوقيت الحالي وانا بكلمك مع منتخب السعوديه، رمضان صبحي كمان عمار حمدي صح؟ وصلاح محسن كمان. رمضان صلاح محسن غابات، يانج كمان في المنتخب الاولمبي، منتخبات الاولى ازارو، يمكن غابات جيلاردو، غابات كثيره جدا بتعاني ما بينها ما بين المنتخب الاول والمنتخب الاولمبي، ولكن النادي الاهلي من حضر كل جاهز والكل
بيحاول يجتهد، الكل بينفذ تعليمات الراجل القادم افضل باذن الله. طبعا هينضموا ليه تمرينات اتباعا اذا كان المنتخبات اللي هم في المنتخبات الاولى في المنتخبات الاولمبي جهاز اداري في النادي الاهلي على اعلى اعلى مستوى، وبيتابع كل صغيره وكبيره وعارف مين هيجي النهارده في التمرين وعارف مين هيجي بكره، عارف مين اللي هيحصله على غنيه، فبيستفيد حذر الظروف. عارف النادي الاهلي في القصه الاداريه بيمتاز فيها في هذه الجزئيه، منظم جدا، عارف يعمل ايه، عارف يجي وعارف عليه. تمام، شريف معلول واليو ديانج ووليد ازارو اكيد هيلتحقوا بالبعثه في غينيا ولا هيجوا القاهره الاول؟ مظبوط، اللي انا اعرفه ان هم هيروحوا لغينيا على طول على طول. تمام، جيلاردو هيلحق غينيا ولا هيجي القاهره؟ لسه برضه ما عنديش معلومه، بس غالبا ممكن برضه يروح على غينيا على طول، لان خلاص اتكلم بكره الحد الاثنين وهيسافروا الثلاث بالليل. تمام، زميلنا شريف شعبان مراسل قناة النادي الأهلي بشكرك، وإن شاء الله كل التوفيق ليك وللبعثة إن شاء الله في مباراة كانو سبورت، يعودوا من غينيا الاستوائية بنتيجة إيجابية تساعد وتساهم في مباراة العودة بعدها بأسبوعين، وتكون بداية إن شاء الله لاستعادة الأميرة الإفريقية بعد غياب أكثر من حوالي 6 سنوات عن مقر